أهلا بكل مشتركين ومتابعين قناة عربيت. أحيانا كتير نشوف دخان طالع من عادم سيارات، والغريبة إنه بألوان مختلفة، يعني ممكن تلاقيه مرة أبيض ومرة أسود ومرة أزرق. تعالوا بقى نعرف كل لون بيدل على إيه، ونعرف إيه الأسباب اللي وصلته لكده. بس الأول أقولك على كل لون بيدل على إيه قبل ما ندخل في تفاصيل أكتر. أولا الدخان الأسود بيكون نتيجة خليط وقود غني، يعني بنزين كتير داخل في غرف الحريق، وطبعا بيكون معاه استهلاك عالي للوقود. أما تاني حاجة دخان أبيض، وده بيكون نتيجة تسريب سائل التبريد لغرف الاحتراق والخروج في العادم كبخار مية. وتالت حاجة الدخان الأزرق، وده بيكون نتيجة وجود زيت في غرف الاحتراق، وللأسف ده أسوأ لون ممكن تشوفه، وهو غالبا بيكون أبيض مايل للأزرق. نرجع بقى لأول لون ونشوف سبب خروج دخان أسود من العادم. إذا كان الدخان خارج من الشكمان أسود أو رمادي، فده بيكون بسبب زيادة الوقود في غرف الاحتراق أو نقص الهواء. وبالنسبة لأسبابه في محركات البنزين، رقم واحد انسداد فلتر الهواء، ورقم اتنين مشكلة في نظام الإشعال أو توقيت الإشعال السيء، ورقم تلاتة هو نظام حقن الوقود، بمعنى تسريب في البخاخات أو منظم ضغط وقود سيء، ورقم أربعة نظام التحكم في الانبعاثات أو سدد في منظومة البي سي في، ورقم خمسة وأخيرا هو وجود سدد في أي مجرى سحب للهواء. طب وهل يصلح القيادة مع خروج دخان من عادم السيارة باللون الأسود؟ أولا من المهم معرفة سبب المشكلة وإصلاحها قبل ما تزيد وتضر العديد من المكونات، زي البوجيهات وعلبة البيئة أو دبة التلوث وحساس الأكسجين، وغير كده بقى هتلاحظ استهلاك عالي جدا للوقود. ونروح لتاني حاجة، وهي ايه سبب خروج دخان أبيض من العادم. لو لاحظت استمرار الدخان بعد وصول المحرك لدرجة حرارة التشغيل، يبقى كده في الغالب هيكون بسبب اختلاط سائل التبريد بتاع الريداتير مع خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق. والقطع المسؤول عن المشكلة ديت في محركات البنزين، رقم واحد تلف جوان وش السلندر أو حشوة راس الماكينة، ورقم اتنين وجود شقوق أو تصدع في بلوك المحرك أو كتلة الماكينة، أما رقم ثلاثة هو تصدع وش السلندر نفسه أو راس الماكينة. وبالنسبة لخطر القيادة مع خروج دخان من عادم السيارة باللون الأبيض، مفيش مشكلة في القيادة لو كان عبارة عن بخار طبيعي ناتج عن التكثيف، لكن إذا كان الدخان مستمر حتى بعد وصول المحرك لدرجة حرارة التشغيل، فمن المهم معرفة سبب المشكلة وإصلاحها فورا، لأن ده هيكون سبب في نقص سائل التبريد وسخونة المحرك. أما بالنسبة لسبب خروج دخان أزرق من العادم، ده بيكون بسبب إن زيت المحرك بيتحرق في غرفة الاحتراق، والمكونات المسؤولة عن المشكلة ديت في محركات البنزين، رقم واحد تلف جلد البلوف أو كاوتش الصبوبات، أما رقم اتنين هو ضعف الشنابر أو حلقات المكبس، ورقم تلاتة هو انسداد بلف التبخير. وبالنسبة للسؤال هل يمكن القيادة مع خروج دخان من عادم السيارة باللون الأزرق؟ ففي بعض الحالات يمكن مواصلة القيادة لعدة أيام مع مراجعة مقاس الزيت وتزويده أول بأول حتى لا ينخفض مستوى الزيت، لكن من المهم معرفة سبب المشكلة وإصلاحها قبل ما تتحول من سيء لأسوأ. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا، فلو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع كل أصحابك، وتشترك في القناة مع تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من قناة عربيت.